صباح اللامي. صباح اللامي. يعني أنا مرة قرأت لتصريح يعني بيحكي بشكل هستيري على القيصر الغناء العراقي كاظم الساهر. هذا الرجل الفنان العملاق. يعني أنا أقول على صباح اللامي يعني ما يقوله وعيب يقارن نفسه ويقول أنا أفضل من فنان كبير كاظم الساهر. سواء فنان مع ذلك أيضا صوت جميل ولكن ومهن. مو مستوى كاظم. يعني أنت عندك جمهورك احتفظ بجمهورك، أما تتطاول على نجم عراقي كبير هذا ما يجوز. خلينا ايش غنى لك؟ غنى زعلان الاسمر وغنى ابعد غادي ابعد مالك كل حكايه وياي. حلو. وكثير من الاغاني مالتي يعني بحدود 10 12 اغنيه غناها وبدون التزامات بدون كذا، ياخذ الاغنيه يسجلها ويطلع. ما انطاك اجوره؟ لا ابدا. يعني كان تعامل مباشر بحضرتك؟ لا لا عفوا، لا اغاني بالشارع يعني اغاني مغنات اي على مستوى اذاعه وتلفزيون واشرطه وياخذها ينتقى على كيفه وهو بسوريا مقيم هناك. تواصلت وياه؟ مشى حاله والله مره شفناه انا وصباح الخياط الله يحفظه لابو سعد تحياتنا له. لقيناه بمكان بنادي بعد ما قدموا لنا التحايا المطربين الاخرين قبل ان يقدم الوصله مالته عاف النادي وطلع. ايوه اي والله. ايش يسوي يعني؟ ما صار تعامل مباشر بينك وبينه؟ لا 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 ما حلو. الان شو تقول بما يخص الفن والشعر؟ كل انسان عنده طموح، كل انسان عنده جمهور، خليه يسعد جمهوره وعليه ان لا يطول على الاخرين يعني عيب يطول على نجم كبير. نوجه لك تحيه الفنان صباح اللامي.